مواعيد مباريات كرة القدم اليوم السبت الموافق 3 ابريل 2021 والقنوات الناقلة والمعلقين. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة اخبار توب. نقدم لكم اليوم جدول مواعيد مباريات كرة القدم التي ستقام اليوم السبت بتاريخ 3 ابريل 2021، حيث تقام اليوم البطولات التالية: دوري ابطال افريقيا، كأس ملك اسبانيا، الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الأسباني الممتاز، الدوري الإيطالي الممتاز، الدوري الألماني الممتاز، الدوري الفرنسي الممتاز، الدوري البرتغالي الممتاز، الدوري المصري الممتاز، الدوري الإماراتي الممتاز، الدوري التونسي، الدوري المغربي، دوري نجوم قطر، الدوري التركي الممتاز، الدوري العراقي الممتاز. أولا مباريات دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام اليوم 6 مباريات بالجولة الخامسة من دور المجموعات، وهي كالتالي: المباراة الأولى سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي، تقام في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر والرابعة عصرا بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت HD7. المباراة الثانية المريخ السوداني والأهلي المصري، تقام بنفس التوقيت 3 عصرا بتوقيت مصر والرابعة عصرا بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت HD4. المباراة الثالثة تونجيس السنغالي والترجي الرياضي التونسي، تقام في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر و5 مساء بتوقيت تونس و7 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت HD7. المباراة الرابعة بترو أتلتيكو الأنغولي وحورية الغيني، تقام بنفس التوقيت 6 مساء بتوقيت مصر و7 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت كونكت. المباراة الخامسة الوداد الرياضي المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، تقام بنفس التوقيت 6 مساء بتوقيت مصر و7 مساء بتوقيت السعودية و5 مساء بتوقيت المغرب، وتذاع عبر قناة بين سبورت HD4. المباراة السادسة مولودية الجزائر الجزائري والزمالك المصري، تقام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر و8 مساء بتوقيت الجزائر، وتذاع عبر قناة بين سبورت HD4. ثانيا مباريات كأس ملك اسبانيا، حيث تقام مباراة نهائي اليوم، وهي كالتالي: أتلتيك بلباو ضد ريال سوسيداد، حيث تقام في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر و10:30 مساء بتوقيت السعودية و11:30 مساء بتوقيت الإمارات و8:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة ليكيب الفرنسية وقناة أرينا سبورت 2 HD وقناة سبورت 1 وقناة ماتش تي في. ثالثا مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام اليوم 4 مباريات بالجولة 30، وهي كالتالي: المباراة الأولى تشيلسي وويست بروميتش ألبيون، تقام في تمام الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت مصر و2:30 بتوقيت السعودية و3:30 بتوقيت الإمارات و12:30 ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت 1 HD بريميوم وقناة اس سبورت HD وقناة بين سبورت كونكت وقناة بي تي سبورت اكسترا 1 وقناة ادمان اذربيجان وقناة سوبر سبورت بريمير ليج وقناة ديما سبورت 2 HD. المباراة الثانية ليدز يونايتد وشيفيلد يونايتد، تقام في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر و5 مساء بتوقيت السعودية و6 مساء بتوقيت الإمارات و3 عصرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة ديما سبورت 2 HD وقناة ادمان اذربيجان وقناة RMC سبورت 1 وقناة بين سبورت 2 HD بريميوم وقناة سوبر سبورت بريمير ليج. المباراة الثالثة مانشستر سيتي وليستر سيتي، تقام في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر و7:30 مساء بتوقيت السعودية و8:30 مساء بتوقيت الإمارات و5:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت 1 HD بريميوم وقناة بين سبورت كونكت وقناة اس سبورت HD وقناة RMC سبورت 1 وقناة ادمان اذربيجان وقناة سبورت تي في 3 البرتغالية وقناة ديما سبورت 2 HD. المباراة الرابعة ليفربول وارسنال، تقام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر و10 مساء بتوقيت السعودية و11:10 مساء بتوقيت الامارات و8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت 1 HD بريميوم وقناة سوبر سبورت بريمير ليج وقناة اس سبورت HD وقناة بين سبورت كونكت وقناة RMC سبورت 1 وقناة ادمان اذربيجان وقناة سبورت تي في 3 البرتغالية وقناة ديما سبورت 2 HD. مباريات الدوري الاسباني الممتاز، حيث تقام اليوم 3 مباريات بالجولة 29، وهي كالتالي: المباراة الاولى
غرناطة وفياريال تقام في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مصر، والثالثة عصرا بتوقيت السعودية، والرابعة مساء بتوقيت الإمارات، والواحدة ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة ماتش فوتبول 1 وقناة بين سبورت اتش دي 1 وقناة بين سبورت كونكت وقناة سوبر سبورت لا ليغا تي في وقناة لا ليغا تي في اتش دي وقناة ماكس سبورت 4 اتش دي وقناة سبور سمارت اتش دي. المباراة الثانية ريال مدريد وايبار تقام في تمام الساعة الرابعة والربع مساء بتوقيت مصر، والخامسة والربع مساء بتوقيت السعودية، والسادسة والربع مساء بتوقيت الامارات، والثالثة والربع عصرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت 1 اتش دي بريميوم وقناة بين سبورت كونكت وقناة تركمانستان سبورت اتش دي وقناة ماكس سبورت 4 اتش دي وقناة كوزموت سبورت 2 اتش دي وقناة سبور سمارت اتش دي وقناة سوبر سبورت لا ليغا تي في. المباراة الثالثة أساسونا وختافي تقام في تمام الساعة السادسة ونصف مساء بتوقيت مصر، والسابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية، والثامنة ونصف مساء بتوقيت الإمارات، والخامسة ونصف مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 1 وقناة ماكس سبورت 4 اتش دي وقناة بين سبورت كونكت وقناة سوبر سبورت لا ليغا اتش دي وقناة ماتش فوتبول 1. مباريات الدوري الإيطالي الممتاز، حيث تقام اليوم جميع مباريات الجولة 29 وهي عبارة عن 10 مباريات وهي كالتالي: المباراة الأولى ميلان وسامبادوريا تقام في تمام الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت مصر، والواحدة والنصف ظهرا بتوقيت السعودية، والثانية والنصف ظهرا بتوقيت الإمارات، والحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 3 وقناة ماتش تي في وقناة تركمانستان سبورت اتش دي وقناة بين سبورت كونكت. المباراة الثانية نابولي وكروتوني تقام في تمام الساعة 3:00 بتوقيت مصر، والرابعة عصرا بتوقيت السعودية، والخامسة مساء بتوقيت الإمارات، والثانية ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 3. المباراة الثالثة فيورنتينا وجنوا تقام بنفس التوقيت، الثالثة عصرا بتوقيت مصر، والرابعة عصرا بتوقيت السعودية، والخامسة مساء بتوقيت الإمارات، والثانية ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت كونكت وقناة أرينا سبورت 3 اتش دي وقناة بين سبورت اتش دي اكسترا 1. المباراة الرابعة بنفنتو وبرما تقام في تمام الساعة 3:00 بتوقيت مصر، والرابعة عصرا بتوقيت السعودية، والخامسة مساء بتوقيت الامارات، والثانية ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 3 انجلش وقناة بين سبورت كونكت. المباراة الخامسة ساسولو وروما تقام بنفس التوقيت، الثالثة عصرا بتوقيت مصر، والرابعة عصرا بتوقيت السعودية، والخامسة مساء بتوقيت الامارات، والثانية ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 5 وقناة ارينا سبورت 2 اتش دي صربيا وقناة بين سبورت كونكت. المباراة السادسة لاتسيو وسبيزيا تقام بنفس التوقيت، الثالثة عصرا بتوقيت مصر، والرابعة عصرا بتوقيت السعودية، والخامسة مساء بتوقيت الامارات، والثانية ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت كونكت وقناة بين سبورت 3 اتش دي وقناة ارينا سبورت 4 اتش دي. المباراة السابعة اتلانتا واودينيزي تقام بنفس التوقيت، الثالثة عصرا بتوقيت مصر، الثالثة عصرا بتوقيت مصر، والرابعة عصرا بتوقيت السعودية، والخامسة مساء بتوقيت الامارات، والثانية ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي اكسترا 2 وقناة بين سبورت كونكت وقناة ماتش فوتبول 2. المباراة الثامنة كالياري وهيلاس فيرونا تقام بنفس التوقيت، الثالثة عصرا بتوقيت مصر، والرابعة عصرا بتوقيت السعودية، والخامسة مساء بتوقيت الامارات، والثانية ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 2 انجلش وقناة بين سبورت كونكت. المباراة التاسعة يوفنتوس وتورينو تقام في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، والسابعة مساء بتوقيت السعودية، والثامنة مساء بتوقيت الامارات، والخامسة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 3 وقناة بين سبورت كونكت وقناة بريمير سبورت 2 اتش دي وقناة ماتش لاجرا اتش دي وقناة ارينا سبورت 3 اتش دي صربيا وقناة سبورت تي في 1 البرتغالية. المباراة العاشرة انتر ميلان وبولونيا تقام في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مصر، والعاشرة الا ربع مساء بتوقيت السعودية، والحادية عشرة الا ربع مساء بتوقيت الامارات، والثامنة الا ربع مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 3 وقناة تركمانستان سبورت اتش دي وقناة بريمير سبورت 2 اتش دي. مباريات الدوري الالماني الممتاز، حيث تقام اليوم
7 مباريات بالجولة 27، وهي كالتالي: المباراة الأولى بروسيا دورتموند وأنترلخت فرانكفورت، تقام في تمام الساعة 3:30 عصرا بتوقيت مصر، والرابعة والنصف بتوقيت السعودية، والخامسة والنصف بتوقيت الإمارات، والثانية والنصف ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بي تي سبورت إكسترا 2 وقناة اس سبورت 2 اتش دي وقناة ماتش فوتبول 3. المباراة الثانية: باير ليفركوزن وشالكا، تقام في تمام الساعة 3:30 عصرا بتوقيت مصر، والرابعة والنصف عصرا بتوقيت السعودية، والخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، والثانية والنصف ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة سكاي سبورت بوندسليغا 3 اتش دي وقناة كوزموت سبورت 4 اتش دي. المباراة الثالثة: فولفسبورغ وكولين، تقام في تمام الساعة، تقام بنفس التوقيت، 3:30 عصرا بتوقيت مصر، والرابعة والنصف بتوقيت السعودية، والخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، والثانية والنصف ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 7 الفرنسية وقناة سكاي سبورت بوندسليغا 4 اتش دي وقناة كوزموت سبورت 7 اتش دي. المباراة الرابعة: ماينز وأرمينيا بليفليد، تقام بنفس التوقيت، 3:30 عصرا بتوقيت مصر، والرابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة كوزموت سبورت 9 اتش دي وقناة سكاي سبورت بوندسليغا 6 اتش دي. المباراة الخامسة: أوكسبورغ وهوفنهايم، تقام بنفس التوقيت، 3:30 بتوقيت مصر، والرابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة كوزموت سبورت 8 اتش دي وقناة سكاي سبورت بوندسليغا 5 اتش دي. المباراة السادسة: لايبزيغ وبايرن ميونخ، تقام في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر، والسابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، والثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، والخامسة والنصف مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 2 الفرنسية وقناة سكاي سبورت بوندسليغا اتش دي وقناة ماتش فوتبول 3 وقناة تركنستان سبورت اتش دي وقناة اس سبورت 2 اتش دي. المباراة السابعة: بروسيا مونشنجلادباخ وفرايبورغ، تقام في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مصر، والتاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، والعاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، والسابعة والنصف مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة ماتش فوتبول 3 وقناة بي تي سبورت 1 اتش دي وقناة كوزموت سبورت 7 اتش دي. مباريات الدوري الفرنسي الممتاز، حيث تقام اليوم 3 مباريات بالجولة 31. المباراة الأولى: موناكو وميتز، تقام في تمام الساعة 1:00 بتوقيت مصر، والثانية ظهرا بتوقيت السعودية، والثالثة عصرا بتوقيت الإمارات، والثانية 10:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 2 وقناة ماتش فوتبول 3 وقناة كانال فرانس وقناة أرينا سبورت 6 اتش دي وقناة بين سبورت كونكت وقناة بي تي سبورت اكسترا 2. المباراة الثانية: باريس سان جيرمان وليل، تقام في تمام الساعة 5:00 بتوقيت مصر، والسادسة مساء بتوقيت السعودية، والسابعة مساء بتوقيت الإمارات، والرابعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 2 وقناة ماتش فوتبول 2 وقناة أرينا سبورت 2 اتش دي وقناة كانال فرانس وقناة بين سبورت كونكت وقناة بي تي سبورت اكسترا 3. المباراة الثالثة: لانس وليون، تقام في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر، والعاشرة مساء بتوقيت السعودية، والحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، والثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 2 وقناة أرينا سبورت 4 اتش دي وقناة كانال فرانس وقناة ماتش فوتبول 1 وقناة بين سبورت كونكت. مباريات الدوري البرتغالي الممتاز، حيث تقام اليوم مباراتين بالجولة 25، وهي كالتالي: المباراة الأولى رايو آفي وجيل فيسنتي، تقام في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر، والثامنة مساء بتوقيت السعودية، والتاسعة مساء بتوقيت الإمارات، والسادسة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة أرينا سبورت 1 اتش دي وقناة سبورت تي في 5 البرتغالية. المباراة الثانية: بورتو وسانتا كلارا، تقام في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر، والعاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية، والحادية عشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، والثامنة والنصف مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة سبورت تي في 1 البرتغالية. مباريات الدوري التركي الممتاز، حيث تقام اليوم 4 مباريات بالجولة 32، وهي كالتالي: المباراة الأولى قيصر سبور وجوزيتبا، تقام في تمام الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت مصر، والواحدة والنصف ظهرا بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 1 التركية. المباراة الثانية: سيفاس سبور وترابزون سبور، تقام في تمام الساعة
الثالثة عصرا بتوقيت مصر والرابعة عصرا بتوقيت السعودية بين سبورت اتش دي 1 التركية. المباراة الثالثة تشايكور ريزاسبور وفاتح كراجومروك تقام بنفس التوقيت الثالثة عصرا بتوقيت مصر والرابعة عصرا بتوقيت السعودية وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 2 التركية. المباراة الرابعة جلاتاسراي وهاتاي سبور تقام في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسابعة مساء بتوقيت السعودية والثامنة مساء بتوقيت الإمارات والخامسة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 1 التركية. مباريات الدوري المصري الممتاز حيث تقام اليوم مباراتين بالجولة 17 وهي كالتالي: المباراة الأولى المصري البورسعيدي وطلاع الجيش تقام في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والثامنة مساء بتوقيت السعودية وتذاع عبر قناة اون تايم سبورت. المباراة الثانية الإسماعيلي وسيراميكا تقام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والعاشرة مساء بتوقيت السعودية وتذاع عبر قناة اون تايم سبورت اتش دي. مباريات الدوري الإماراتي الممتاز حيث تقام اليوم ثلاثة مباريات بالجولة 23 وهي كالتالي: المباراة الأولى الجزيرة والوصل تقام في تمام الساعة 4:45 عصرا بتوقيت مصر والسادسة 4:15 مساء بتوقيت الإمارات والخامسة 4:15 مساء بتوقيت السعودية. المباراة الثانية وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي 1. المباراة الثانية عدمان وخورفكان تقام بنفس التوقيت السادسة 4:15 مساء بتوقيت الإمارات والرابعة 4:15 عصرا بتوقيت مصر والخامسة 4:15 بتوقيت السعودية وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي 2. المباراة الثالثة الشارقة وبنياس تقام في تمام الساعة 8:15 مساء بتوقيت الإمارات والسادسة 6:15 بتوقيت مصر والسابعة 6:15 بتوقيت السعودية والخامسة 6:15 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب وتذاع عبر القنوات التالية: أبو ظبي الرياضية اتش دي 1 ودبي سبورت اتش دي 1 والشارقة سبورت اتش دي. مباريات الدوري التونسي حيث تقام اليوم مباراة واحدة بالجولة 22 وهي كالتالي: شبيبة القيروان واتحاد بن قردان تقام في تمام الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت تونس والثالثة عصرا بتوقيت مصر والرابعة عصرا بتوقيت السعودية وتذاع عبر قناة الوطنية التونسية. مباريات الدوري المغربي حيث تقام اليوم ثلاثة مباريات بالجولة 10 وهي كالتالي: المباراة الأولى المغرب التطواني ونهضة الزمامرة تقام في تمام الساعة 4:00 عصرا بتوقيت مصر والثالثة عصرا بتوقيت المغرب والخامسة مساء بتوقيت السعودية وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية اتش دي بتعليق سفيان الرشيدي. المباراة الثانية الدفاع الحسيني الجديدي وشباب المحمدية تقام في تمام الساعة 6:15 مساء بتوقيت مصر والخامسة 6:15 بتوقيت المغرب والسابعة 6:15 مساء بتوقيت السعودية وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية اتش دي. المباراة الثالثة يوسفية برشيد ومولودية ودة تقام في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت المغرب والثامنة 6:30 بتوقيت مصر والتسعة 6:30 مساء بتوقيت السعودية وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية اتش دي بتعليق هشام فرج. مباريات دوري نجوم قطر حيث تقام اليوم ستة مباريات بالجولة 20 وهي كالتالي: المباراة الأولى الغرافة والسد تقام في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت قطر والسعودية وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي. المباراة الثانية الوكرة والخور تقام في تمام الساعة 6:15 مساء بتوقيت قطر والسعودية وتذاع عبر قناة الكأس الرياضية. المباراة الثالثة أم صلال والريان تقام بنفس التوقيت 5:15 بتوقيت مصر والسادسة 6:15 بتوقيت قطر والسعودية وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي. المباراة الرابعة العربي والدحيل تقام في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر والثامنة 6:30 مساء بتوقيت السعودية وقطر وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي. المباراة الخامسة الخريطيات والأهلي تقام بنفس التوقيت 7:30 مساء بتوقيت مصر والثامنة 6:30 مساء بتوقيت قطر والسعودية. المباراة السادسة قطر والسيلية تقام بنفس التوقيت 7:30 بتوقيت مصر والثامنة 6:30 مساء بتوقيت قطر والسعودية وتذاع عبر قناة بين سبورت 2 اتش دي بريميوم بتعليق باسم الزير. مباريات الدوري العراقي الممتاز حيث تقام اليوم أربعة مباريات بالجولة 26 وهي كالتالي: المباراة الأولى الكرخ ونفط ميسان تقام في تمام الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت مصر والثالثة عصرا بتوقيت العراق والسعودية وتذاع عبر قناة الشباب الرياضية اتش دي. المباراة الثانية الميناء والصناعات الكهربائية تقام بنفس التوقيت 2:00 ظهرا بتوقيت مصر والثالثة عصرا بتوقيت العراق والسعودية وتذاع عبر قناة الشباب الرياضية اتش دي. المباراة الثالثة أمانة بغداد والكهرباء تقام بنفس التوقيت 2:00 ظهرا بتوقيت مصر والثالثة عصرا بتوقيت السعودية العراق والسعودية وتذاع عبر قناة الشباب الرياضية اتش دي. المباراة الرابعة الطلبة والديوانية تقام في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت مصر والخامسة 6:30 مساء بتوقيت العراق والسعودية وتذاع عبر قناة
الشباب الرياضية HD. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.